الآن قاعدة وخريطة لبرنامجنا اليومي نتريض مع بعض شوي. أظن القضية سهلة وبسيطة ونقدر نعملها. نبدأ بربع ساعة، بعدين نزود 5 دقايق، 10 دقايق، مش نعمل زي ما كل الناس بتعمل. أي واحد عاوز يلعب رياضة يروح لابس شورت وفانيل نازل يجري، تاني يوم عضلات رجليه بتوجعه وظهره بيوجعه يكره الرياضة. لا، احنا عاوزين نبدأ بالمشي، فامشوا في مناكبها. نبدأ نمشي بالراحة ونمشي. أهم حاجة في المشي إنك أنت وأنت ماشي أو أنت وأنت ماشية تشفطي بطنك وتفردي ظهرك وتشد جسمك. قاعدة مهمة جدا أثناء المشي، ولازم تكون لابسين حذاء رياضي سميك عشان ما يحصلش تصادم ما بين العظام أو احتكاك في العظام مع بعضها البعض.